نهارنا ما بيكمل في دنيا دنيا بدون طبخة وطبخة صحية مع ربا مشربة. صباح الخير ربا. صباح الخير دانا، كيفك؟ تمام بارك. الحمد لله. ربا دائما بنحب نبدأ يوم الأحد لأنه بالويكند شوي بناكل أشياء دسمة مع الجمعة، فأكيد كلنا حابين اليوم ناكل إشي خفيف وصحي. شو رح نعمل؟ رح نعمل دجاج بالبروكلي، وبرضه رح نعمل كعكة اسمها الباركن، هلا هي مشهورة ببريطانيا. هي كعكة أساسها الشوفان، لأنه دائما بنحكي على الشوفان وأهميته وهيك، فأساسها شوفان. شوفان صراحة زاكي، فإذا الكعكة بالشوفان بتوقع تطلع زاكية. نشوف أول شيء إذا مقادير دجاج بالبروكلي. راح نحتاج لاثنين صدر دجاج مسحب، تقريبا 500 جرام، وبروكلي حسب الرغبة قد ايه بنحب، 100 جرام من الفطر الأبيض، و100 جرام كريمة بيضة قليلة الدسم، 100 جرام جبنة موتزاريلا، ومعلقة صغيرة من بهار الكاجن. هلا رح نحكي شوي شو بهار الكاجن. اوكي، ومعلقة صغيرة من بهار الدجاج، فلفل، شوية ملح ما نكتر، ومعلقة صويا كبيرة، وحبة بصل. بصل، صويا، ملح، فلفل، بهار دجاج، بهار كاجن، موتزاريلا، كريمة، فطر، بروكلي ودجاج. لنحضر اليوم دجاج بالبروكلي. شو بهار الكاجن؟ هلا اللي ما عنده بهار كاجن، هو عبارة عن خليط من فلفل أحمر، الفلفل الأحمر الحلو، الفلفل الحار شوي، زعتر، أوريغانو، هاي يعني تقدري إذا ما عندك حط شوية أوريغانو، شوية زعتر، شوية فلفل أحمر حلو، بتصير عندك هاي الخلطة. طيب أنت بتقطع البصل، وإحنا بنشوف مقادير الباركن. كيكة الباركن نحتاج لاثنين كوب من الشوفان اللي هو اللي في الأساسي، كوب ونص طحين، نص كوب سكر، نص كوب دبس الرمان، بيضة، معلقة كبيرة بايكربونات الصوديوم، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة زنجبيل، ونص معلقة صغيرة كبشة قرنفل، 150 جرام من المارجرين، و100 ملي من الحليب. أوكي، هلا رح نحط رح نسوي الدجاج على النار. اوكي، بنستخدم تقريبا معلقه كبيره زيت بس او اقل شوي. بنقلي البصل وبنحط عليها الدجاج. بصل كيف مقطع؟ بصل مقطع ناعم. نعم، بنقطعه ناعم. اوكي، بنحط زيت معلقة. نوع معين؟ زيت كانولا او زيت زيتون، ما بيأثر. زيت كانولا اللي هو زيت بذور اللفت. اوكي، هي سهلة وما بتاخذ كتير وقت يعني، وممكن وبحب يعني مدخل فيها خضار. عنا البروكلي، البروكلي رح نسلقه، ما دائما احنا بنحب الخضرة ما نسلقها كتير، بالمي يعني يدوب ممكن دقيقتين او دقيقة نحطها بالمي ونطلعها. دقيقتين بس؟ دقيقتين بس هيك حلو ناخذ الخضرة بتقرش عشان يعني تستفيد من الفوائد الموجودة. هلا البروكلي والزهرة هم من نفس العيلة تقريبا، افيد البروكلي ولا مش كتير بفرق؟ هلا البروكلي فيه كتير من الفيتامينز، وسهل ندخله بوصفاتنا. اوكي، وفيه نسبة الياف عالية، وفي اثبتت كتير من الدراسات انه ممكن يساعد الاشخاص اللي عندهم مرضى السرطان، انه يقلل من احتمالية الاصابة بالسرطان. فيعتبر كتير مفيد. كنا نحكي عن المرارة أنا وياكي. مش منيح اللي عندهم مشاكل بالمرارة، صح؟ أي إشي بنفخ مرات، لأنهم بيعانوا من النفخة، فممكن إنه مثلاً إحنا إذا عنا بروكلي، عدس، زهرة، حمص، ممكن يدقيقهم. والعادة الأشخاص اللي عندهم مشكلة بالمرارة إحنا بنحكي دائماً قليل بالدهون. أوكي، هلا بس رح نسلق إحنا شوي البروكلي بالماء. مشكلة؟ لا أعلم، بس يمكن بده وقت ليحلى شوي. أوكي، رح نقلب البصل وبعدين نحط عليه الدجاج، وأنا رح أحط حط شوية مي عشان نسلق البروكلي. بس بشوف إذا في طنجرة أكبر. طبعا دائما بنذكر المشاهدين انهم يحاولوا يستخدموا مفرمه للحمه والدجاج، مفرمه للخضار، دائما عشان ما يصير في عندنا يعني ما يصير بنسميه احنا كروس كونتامينيشن، تنتقل البكتيريا لها ويصير عندنا مشكله صحيه. عندك شيء معين؟ مش مشكله، خلص نسلق البروكلي بشوي بهون. اوكي، طبعا كمان ما نكتر ملح لانه في عندنا صويا صوص. رح وصويا صوص اللايت، صويا صوص اللايت اقل فيها ملح. اوكي،
بشكل عام اي منتجات صويا مفيده بتكون ولا مش شرط نكثر من اي شيء مفيد؟ هلا طلع عليها الصويا دراسات وهيك، بس احنا انه عاده مرات احنا مش الصويا هاي، الصويا الحبوب البقوليات، لانه هي مصدر البروتين ومناسبه كمان للاشخاص اللي النباتيين اللي ما بياكلوا لحوم. فممكن تكون بديل لها عن البروتين الحيواني. هاي لها فايده الصويا صوص لاني بحبها لها، ولها الصويا كنكهه، هي نكهه ما بتعطيكي هالفوائد، يعني مش انه لما تاكلي صويا عم تاخدي بروتين مختلف، مش زي ما ناخد احنا الصويا العاديه، بس انه عاده بتكون المنتجات هاي كثير فيها ملح. فاحنا يفضل انه يعني لما نستخدمها يا بنقلل نسبه الملح المضيفه على الاكل يا انه بتستخدمي كميه بسيطه منها. فهلا رح نقطع المشروم، هي بتوقع خفيفه كمان، ما بدها تحضير كثير وسهله، عرفتي؟ وما في كالوريز كثير. لا ما في، والكريمه قليله الدسم، الكريمه قليله ومستخدمين نسبه قليله، يعني 100 ملي بس. حلو. من الكريمه اوكي، اللايت القليله الدسم. اوكي انا قطعت شوي البروكلي، هلا هذا البصل بدا يتقلب، بنحط عليه الدجاج بس بده شويه من قلبه. والحلو فيها انه ممكن تحضريها في، ما بياخذ وقت، اذا عندك عزومه او اي شيء ممكن تعمليها وسهله. انا اي شيء مع الفطر الفريش خصوصا مش المعلب، مع الكريمه بحسه كمان بيطلع زاكي. بيطلع زاكي كثير، وكل ما يعني هاي كمان ما رح نطبخها مع الدجاج لانه بسرعه بتبل، فدغري رح نحطها بالصينيه لما نخبزها شوي بالفرن. اوكي هي بدت تتقلب. هلا امبارح دانا كنا نحكي انه شوي رح ناخذ اليوم نصائح لطلاب التوجيه عشان تغذيه. حلو اوكي. فاللي بدي حكيت امبارح انه وجبه الافطار كثير مهمه، يعني كثير مرات ناس بيقعدوا يدوروا بالانترنت انه بدي اكل مفيد للتركيز وبدي قبل ما نبدا بالنصائح معنا اتصال. اوكي الو صباح الخير. الو مرحبا. مرحبتين، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. اول شيء بدي اشكر الشاب اللي برد على الاتصال اللي هو خالد اللي عن جد كله ذوق. اوكي بدي اسالك المكونات تاعتها هاي الاكله. ما سمعت. نعيد المكونات. نعيد المكونات. اوكي نرجع بنعيدها بعد اذنك. شكرا لك. شكرا نضال لاتصالك. نشوف اذا المكونات، اكيد رح نحتاج لاثنين صدر دجاج مسحب، بروكلي حسب الرغبه، 100 جرام فطر ابيض، 100 جرام كريمه بيضاء قليله الدسم، 100 جرام جبنه موتزاريلا، معلقه صغيره من بهار الكاجن، ومعلقه صغيره من بهار الدجاج، فلفل، شويه ملح، صويا صوص، وحبه بصل. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت نضال. برجع بعيد، الكاجن ما حدا عنده، شويه زعتر، شويه اوريجانو، شويه فلفل احمر حلو مع بهار دجاج بيمشي الحال. يعني احنا اذا ما عندك نضال او ما عندكم الكاجن احنا بنقدر نحط. سهل، ما بياخذ، يعني سهله ومكوناتها دائما موجوده. كنا نحكي عن نصائح لطلاب التوجيهي. اهم شيء انه بدنا نحكي انه بالنسبه لطلاب التوجيهي انه وجبه الافطار، انا حكيت امبارح انها كثير مهمه. كثير في ناس بيقعدوا يدوروا انه ايش في اكل بزيد الذكاء ولا بزيد التركيز. اللي بدي احكي ما في بزيد المعدل. ما في اكل سحري، يعني ما في اكل انه بنقل الطالب من طالب مستوى عالي لمستوى هذا، بس الاشياء اللي ممكن الواحد يتعب اكيد اذا ما عم بياكل صح. اذا اكل خاصه لبنات التوجيهي بيكونوا ملهيين بالدراسه ما بياكلوا او ملتزمين بوزنهم. في انا العكس. في منهم نظام غذائي كثير قليل بالسعرات، فهذا ما راح يعني ما راح يفيدهم للتوجيهي. ما يلتهوا برضه بالدراسه عن الاكل، يحاولوا ياكلوا اكل متوازن. الزيت والزعتر مفيد للفطور، دائما كانوا يحكوا لنا انه زيت وزعتر بيزيد الذكاء وبيزيد التركيز. لا الزيت والزعتر عادي، ولا الزبيب. معتقدات شعبيه زي ما نحكي. ولا الزبيب. هلا هيك الحراره، هيك على شيء. اوكي لا ولا الزبيب عادي. لا فبدنا ناخذ احنا وجبه الافطار، طبعا كثير مهمه، بنركز على وجبه الافطار، بنركز على الحبوب الكامله، مرات حبوب الافطار اللي فيها فيتامينز ممكن تفيد للاشخاص اللي ما بياكلوا فواكه او هيك. بنحكي انه لازم ياخذوا سكر، بس السكر الصح،
يعني لازم ياكلوا لانه السكر لانتاج الطاقه، فبناخذ السكر احنا من الفواكه من عصائر الفواكه. هلا في بطيخ، ممكن نعمل عصير بطيخ، ممكن مش ناخذ حلويات. بطيخ لا مش حلويات، لانه الدارك شوكليت كثير مفيده، الشوكولاته الغامقه لانه فيها نسبه مضادات الاكسده عاليه كمان. ممكن ياخذوا مثلا قطعه صغيره بين وجبه او كذا، ممكن ياخذوا الفول ممكن نفطر عليه، ولا الفول لانه شوي صعب. هلا بدناش انه شيء يسوي نفخه او يكونوا متضايقين وهم خلال الامتحان، بدك شيء انه يكونوا كثير مرتاحين. الاوميجا 3 كثير طلعت عليها للاطفال وللكبار. الاوميجا 3 كثير مهمه لتكوين خلايا الدماغ، الخلايا الموجوده. فممكن انه الاسماك احنا تكون دائما غذائنا، احنا كثير بنحكي حتى خلال فتره الحمل عشان الاولاد يطلعوا، اصلا بياثر على ذكائهم الدراسات طلعت. وبرضه على كمان في فتره توجيهي ممكن ناخذ احنا الاسماك. البلو بيري برضه في نسبه الانتي اوكسيدنت كثير عاليه. احنا للاسف ما عندنا بلو بيري، بس صرت الاقي بالسوبر ماركت البلو بيري مجمد لانه نسبه السكر فيه اقل، فممكن انه يكون بديل. الفراوله مناسبه هلا يعني موسم فواكه، فيها يستفيدوا منها، ممكن تكون تفحصح الواحد بدك انت بدك شيء فريش، بدك مي، بدك خاصه هلا بالطقس الحار بدك مي. فنركز على الاسماك، على عصائر الفواكه والفواكه، وجبه الافطار اللي كثير ضروريه ومهمه، وبرضه انه ما نترك حالنا من غير الاكل، وبرضه يكون اكل معتدل، مش انه عندنا ابن توجيهي نضلنا اكل واكل ودسم، لانه كلها هي بتثقل عليها. نصيحه ما يتقلوا عن جد، يعني اذا تقلوا على الفطور ولا على الغداء بعدها صعب يدرسوا كثير حجه. بصير انه ما في عندهم نسبه، اكيد ما راح يكون في تركيز اذا لا كانوا ماكلين او اذا كانوا ماكلين كثير. تقسيم الوجبات كمان ممكن نقسمها على اكثر من وجبه، ان شاء الله يزبطوا قلوبنا معهم عن جد. يا رب. اوكي هلا راح احط شوي البروكلي نسلقه دقيقتين، بس دقيقتين ما راح نسلقه. ما راح نسلقه، نسلقه على مرحلتين يمكن كفي. اوكي كان واطي. هلا هلا بقول شو ماله، هلا تذكر. اوكي يلا. الدجاج بشكل عام ايضا ربما ما بده وقت دائما. لا ما بده الدجاج، هي بدا يستوي بس بنحط عليه لما تحسي انه بدا يستوي، بنحط عليه البهارات اللي بهار دجاج، بهار كاجن زي ما حكيت. ناخذ فاصل هلا ولا في شيء نضيفه؟ شو رايك نضيف كل شيء على الدجاج؟ يلا اوكي خلينا شوفي احنا كيف ديمقراطيين على كيفك. حتى الفاصل من اجل اوكي. هي عندنا بهار دجاج، معلقة من بهار الكاجن. اوكي الكاجن لونه احمر، احمر لانه فيه فلفل احمر. اذا ما في زي ما حكيت تقدري تحطي فلفل احمر حلو وشوية ملح. اسقط هيك البهارات تقريبا بتكون. اوكي اقلبها. حط شوية بهار كمان كاجن صغيرة. في طعم ظاهر معين بكون يعني بتحسي البهار هي اللي بتعطي دجاج عادي، هي النكهة رح تكون البروكلي مع الكريمة شوي مع الجبنة. اوكي هيك تقريبا استوى عندنا الدجاج. اوكي اذا الدجاج استوى فرح نروح لفاصل، بعد الفاصل رح نكمل الدجاج بالبروكلي وايضا نعمل كيكة العنصر الأساسي الشوفان، هو كتير مفيد ودائما نحاول نشجعكم تدخلوه بنظامكم الغذائي. استنونا بعد الفاصل. مكملين معكم من جديد دنيا يا دنيا ربا، مش ربا شو اخصائيات التغذيه، اكيد عم بتحضر لنا دجاج بالبروكلي. رح نعمل كيكة الباركن وهلا بدنا نحط الصويا صوص على الجزء. رح نحط تقريبا يعني معلقه كبيره لمعلقه ونص كبيره من الصويا. اوكي ورح نحطها ب لا مش هاي، بصينيه الخبز. رح يكون بالفرن؟ رح نحطها بس عشان نحمر الجبنه. لانه كل شيء مستوي عندك تقريبا. هلا الموتزاريلا هي اخف من اي نوع ثاني للطبخ. نسبه الدسم فيها اقل، التشيدر اكثر شيء فيها، بس التشيدر اكثر شيء فيها كالسيوم،
فبيعتمد. اخف وحده بنسميها القريشه او الكوتج، بس اقل في شيء فيها كالسيوم، كل ما زاد دسم كل ما زاد الكالسيوم. لا شو عن شو وضعها؟ برضه فيها نسبه دسم عاليه، بس كلهم يعتبروا مصدر للكالسيوم، فاحنا اذا دخلناهم ضمن نظامنا الغذائي بشكل معقول يعتبر يعني طريقه صحيه. اوكي، راح احط الفطر وراح احط هلا البروكلي. في كثير ناس ربما هلا بياكلوا البطيخ مع الجبنه، تعتبر سناك صحيه ولا لا؟ تعتبر سناك طبعا كثير صحيه، لانه انت عم تاخذي فواكه وعم تاخذي مصدر بروتين وكالسيوم، فتعتبر طبعا انه شيء كثير صحي. اوكي، اذا ما عندنا بروكلي ايش ممكن نضيف غير الفطر؟ يعني ممكن لحالها، ممكن فلفل، بس بتخيل البروكلي له نكهه أساسي. البروكلي له نكهه. اوكي، هلا انا حطينا كل البروكلي على الدجاج، وهلا الكريمه قليلة الدسم وبنحطها بالفرن. الكريمه قليلة الدسم، رح ارش بس رشه ملح على الهاي، لانه احنا ما ملحنا النتفه صغيره يعني، شايفه بس هيك. اوكي، هلا بنحط الكريمه قليلة الدسم. بس هيك؟ انا فكرت رح نطبخ الدجاج. لا بس هيك. اوكي، وبنحط الجبنه برضه موتزاريلا قليل هي اسكى لحظه هيك الجبنه 100 جرام رح نحطها بالفرن عشان تتحمر. اوكي، ونبدا بكعكه البارك. بدها وقت كثير؟ لا، الباركن كثير سهله وما بدها خلاط الحلو كمان. اوكي، اوكي، هلا بالفرن تاخذ يعني لا تتحمر الجبنه، ممكن يعني ل 10 دقائق لربع ساعه بس لا تتحمر. كل شيء مطبوخ؟ لانه كله مطبوخ، عرفتي كيف؟ أوكي، ما بدي شيء. اوكي، بس اغسل ايدي عشان نبدا بال هلا الكريمه عادي برضه ما نطبخها، بس تكون بالفرن بكفي. يعني بالفرن رح تتحمر ويصير هذا.